ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي من إسطنبول السيد نظير الكندوري. مرحبا بك معنا. حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بكم. على الرغم من توفر معلومات سربت لاحقا أن هناك نية لتنظيم القاعدة باستهداف نقاط ومراكز للشرطة أو للميليشيات، إلا أن هناك عملية تقاعس، ربما تواطؤ، ضعف إمكانيات، حالة دون الاستعداد الجيد لمواجهة هذه المجموعات. بماذا تصف ما جرى خلال الساعات الماضية؟ يعني والله حقيقة يعني عند مراقبتنا لهذا الأفعال الأخيرة العسكرية اللي قامت بها داعش، يعني الأمر لا يتعدى التحليل اللي ذكرته، أنه هذه العمليات ما كانت لتتم لولا أن هناك تعاون ما بين هذه العصابات وما بين يعني قياديين سواء في الحشد أو في القوات الحكومية، وإلا فهذه العمليات كانت يعني عمليات معقدة، ويفترض أن يكون لها جهد استخباراتي يعني قد حصلت عليه عصابات داعش من قبل يعني أجهزة استخباراتية أو كذا تابعة للحكومة لتنفيذ هذه العمليات، وإلا كيف يمكن لهذا التنظيم فجأة يخرج علينا بهذه القوة وبهذه العمليات؟ أنا أتوقع أن هناك تنسيق لإظهار داعش في هذا الوقت لأغراض سياسية تصف في خدمة طرف ما في الدولة أو خارج العراق. نعم، لكن بصفة عامة هذه الهجمات تبرهن أن القوات الحكومية والميليشيات عاجزة عن مواجهة يعني خلينا نقول قوة حقيقية أو أي هجوم مباغت، بينما توجه هجومها دائما للشباب المتظاهرين وللشعب وللصحفيين وغيرهم من فئات المجتمع. نعم هذا واضح، يعني والكثير قال ان الانسحاب الامريكي من هذه القواعد وايقاف التعاون يعني التعاون العسكري مع قوات الجيش هذا سيؤثر على زياده يعني حركه داعش وزياده عملياتها، بل انه يعني انه لو اردنا ان نفهم انه عمليات داعش حاليا الان تصف في خدمه من؟ يعني هي تصف في خدمة ليس حتى الأطراف العراقية، إنما تصف في خدمة يعني سواء النفوذ الإيراني أو النفوذ الأمريكي، كون أنه هذه البلبلة يعني تأتي كرسالة للنظام العراقي بأن ليست لديكم القدرة على البقاء في هذا النظام إذا لم تتعاونوا مع سواء الطرف الأمريكي أو الطرف الإيراني. الكل من هذه الدولتين لديهم مصلحة في التصعيد الحالي لداعش، بل إن المعلومات تقول بأن الأسلحة التي يستخدمها الآن تنظيم داعش هي أسلحة إيرانية. كيف وصل السلاح الإيراني إلى هذه العصابات لولا أن هناك تعاون مع الطرفين، يعني تعاون إيراني مع عصابة داعش؟ هذه كلها تصف في خدمة الدول الأخرى سواء إيران أو الولايات المتحدة، والخاسر الوحيد فيها هو شعبنا. نعم أستاذ نظير، يعني من اللافت أيضا كما يقول مراقبون أن هذه الجيوش وهذه الميليشيات التي تصرف نصف ميزانية الدولة على التسليح وعلى كل ما يتصل بتقويتها ودعمها لا تستطيع مواجهة عشرات المسلحين من عناصر داعش، يعني إذا لماذا كل هذا الاهتمام بهذه الميليشيات وتقويتها طالما أنها غير قادرة على حماية نفسها؟ والله يعني الميليشيات أو الحشد الشعبي هو لم يؤسس لأجل يعني حماية البلد أو الحفاظ على هذه الدولة، إنما هو لأغراض تصف في خدمة الأحزاب وتصف في خدمة يعني إيران، وإلا من غير المعقول أنه هذه الهجمات تتكرر بالرغم من الأعداد الفلكية لهذه القوات التي يعني يقدر بعض الباحثين بأن قوات الجيش بالإضافة إلى الحشد وباقي التشكيلات العسكرية تصل إلى ربما إلى مليون مقاتل، وهذا عدد هائل يعني عدد كبير، ولكن مع ذلك لا يستطيع صد هجمات لمجاميع إرهابية، بينما يصب كل غضبه وكل قوته على ناس عزل متظاهرين في ساحات
التظاهر، هذا يدل على أنه هو لم يؤسس من أجل حماية البلد، إنما هو لأغراض سياسية ولتثبيت نظام معين يحاول أن يدافع عن هذا النظام إلى آخر لحظة. نعم، أشكرك أستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول.